محمد موسى الضبي والتغطية الدفاعية. وفي عبد الله فارس عبد الله والكرة البينية، ما زالت الكرة سودانية في وسط الميدان. رامي ربيعة في المراوغة لم يمر من الثاني، رجعت لي الخلف. اللاعبين في الخط الخلفي عندهم القدرات على لعب الكرة وإخراجها وإيصالها، يجد المساحات والمنافذ والتوغل عن طريق حسين الشحات، يواصل يلعب بينية والدفاع اليمنى، البحث عن أحمد فتحي يلحق على الكرة. النادي يرفع كرة في القائمة الثانية بالرأس، التغطية الدفاعية ما زالت الخطورة، التسديدة رائعة رائعة التسديدة ورائع الصد، يا سلام من الحارس جمال سالم، ينقذ مرماه من أول كرة صعبة وخطيرة. ثانية يطلبها محمد هاني، توصل مباشرة لحسين الشحات، التوزيع بابا رائعة هايلة من حسين الشحات، وجونيور جاي كادي أو ليمور لم يتمكن، تسترجع هلالية، الانطلاقة من هنالك من نصر الدين تدخل نصر الدين شغيل أو أطهر طاهر عفوا، المدافع الأيمن الذي يستفيد من خطأ. رامي ربيعة والبحث عن الكرات في الأرجل، توصل لمحمد هاني، لا لم يصلها، راحت في التماس لصالح من قبل ربيعة، كرة بعيدة لأجاي أجاي أجاي أجاي، وخروج موفق من الحارس، حارس لعب الكرة بالرأس في تقدير الحكم، ليس رأي تسلل أم لا، الحكم لم يقول وضعية، التوزيع في القائمة الثاني ولكنها بعيد، يحتفظ بالكرة حسين الشحات باليمنى ثم باليسرى، يلعب في العمق وتقايب الهلال، وحسين ما زال يقاوم، يسترجع الكرة مرة ثانية، حسين وسدي في دورها في بدورها في تأدي دورها في مدرجات، استوفق من جانب لاعبي الأهلي عمرو السولية، حاول يمر تدخل القوي وفي خطأ، يصفر الحكم لعمرو السولية بعد 13 دقيقة لعب، ستغيروا عندما تذكرهم أيضا، لا يمكن جول، يا سلام في منتهى الروعة، حسين الشحات في القائمة الثاني بروعة، خرج بروعة وحطها بالجول بروعة أمام الحارس جمال سالم، يا سلام لعبة ولا أروع وجول ولا أروع، حسين الشحات يسجل، أو من المفروض يخرج اللاعبين الهلاليين من منطقتهم، ويخلينا نشوف مباراة مفتوحة. الكرة البينية من رمضان يلعب مع جاي، وصلت وليد سليمان، الكرة رائعة محمد هاني، تروح على الجهة اليمنى من هنالك سليم محمد، يحاول يمر لا علي عمرو السولية، قال لي رمضان صبحي، كرة ممتازة وخطيرة، بابا 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 بابا، لعبة رائعة من محمد هاني، وجونيور جاي يضيع، طبعا فيه شوية عدم رضا على جونيور جاي، اللاعب حسين الشحات، التغطية الدفاعية من فارس عبد الله، ويرجع حسين والحكم الجزائري لحلو بن ابراهيم يصفر خطأ لصالح فارس عبد الله، ممتازة الكرة هذه لرمضان صبحي، رمضان لحسين الشحات، محمود وحيد يحاول يمر وفي خطأ، نعم سليم محمد يستفيد من خطأ، خبرته وتجربته تصنع الفارق، كرة في القائمة الثانية بالرأس، التغطية الدفاعية من فارس عبد الله وعمرو السولية، كرة بعيدة لم يلحقها على كل حال بالشكل اللازم، يعني لا يلفت، شوف التمريرة كم كانت رائعة، با 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 با. في منتهى الروعة تمريرة مثل هذه، وبعدين تمريرة في وضعية لاعب آخر كان جاي، وصلت على الجهة اليمنى، الكرة الخطيرة ترجع لوليد، لعبة رائعة وليد وأجاي ومحمد هاني ثم وليد سليمان بيسرع، تستلمها ودخل يلعب بينية، هي ترجع للخلف التسديدة مرة ثانية من قبل محمد مجدي، أفشى سيسرع، كرة ممتازة، التوزيع لصالح نزار حامد، عرضية الكرة خطيرة من هنالك على الجهة اليمنى، والعودة الموفقة من طريقة صعبة لصالح نادي الأهلي، وصلت لحسين الشحات على الجهة اليمنى، حسين يفعلها، فريق قفشة ما زال يلعب لحسين الشحات، طلبها في العمق، حسين الشحات ولكن التسديدة بعيدة تماما فوق مرمى، ولا مهاجم من مهاجمي الهلال، هايلة 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 جاي وضرب الجزاء، هايلة اللعبة كانت من وليد سليمان بروعة، مر الكرة لأجاي غطاها حكم المباراة من دون تردد، رمضان وجمال سالم، رمضان صبحي وجمال سالم، رمضان صبحي بابا 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 بروعة، بالرزانة والهدوء اللازمين والروعة يحطها رمضان في الجول، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة لصالح الأهلي المصري في الدقيقة 37 من عمر المباراة، عادة اللاعبين تمريراته رائعة، أفشى ممتازة الكرة هذه في اتجاه محمود وحيد، التوزيع محمد يوصل الكرة ممتازة بينية، عودة سريعة لعناصر الأهلي،
الخلل الأفضلية، وصلت على جهة اليمنى لمحمد هاني، يخرجون بالكرة ومع ذلك يحاولون إزعاج في خطايا سيد الحكم لرمضان صبحي في هذه الكرة. في تشكيلة الأهلي مجدي أفسى كرته لم تمر، تبقى دائما. صار على الجهة اليمنى رمضان صبحي، كرة ممتازة، المحاولة البينية وركات هار الطاهر، يفضل يبقى هنا، والانطلاق على الجهة اليسرى، كرة في العمق، تغطية دفاعية من رامي، تسجيل هدف عنده وزنه من ذهب في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، صعود فارس عبد الله يستلمها محمد مجدي أفشة، ترجع له مرة ثانية تسديد، يو 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 رمضان صبحي يقوم به، وحتى رجعي في الضغط على لاعبي الهلال، يو يو بديل في وسط الدفاع، لعبوا لأول مرة في وسط الدفاع اللاعب أحمد فتحي، هو أصلا مدافع أيمن، تسترجع إلى ليال، الانطلاقة من الوسط، نور الدين شغيل يواصل، ونصر الدين عفوا شغيل يستفيد من خطأ، يصفر الحكم لصالح الهلال، من هلال على يسار الحارس محمد الشناوي، الكرة داخلة بين أحد اللاعب أحمد فتحي، هو أصلا مدافع أيمن، مرت سلامات هذه الكرة من المتمر من فارس عبد الله، هيلة من فارس، يواصل يدخل فارس، التغطية من أحمد فتحي في النتيجة، حسين الشحات روعة الكرة هذه، محاولة التوغل حسين، من هنالك محاولة المرور، ما زالت الخطورة، التسديدة ولكنها بعيدة على أرضية الميدان، ولكن ما عندي من أخسر، كرة بعيدة فاللي محمد موسى الضي بالرأس، يبحث عن حسين الشحات على جهة محمد وحيد أو محمود وحيد، التوزيع والدفاع يتدخل، هاي الانطلاقة من أجاي لكن عالية يا بني أيمن، ولكن تروح تماس للمدافع أطهر الطاهر بعد تدخل من رمضان صبحي، لا 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 يا أطهر لا يا رمضان، شحات يلعبها في العمق، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة البينية، التسديد با 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 رائعة رائعة من الرائعة محمد مجدي أفشة، سلام، كانت متوقعة أن تكون هكذا تسديدة في الزاوية البعيدة ولكنها روعة روعة، صورة رائعة، الأول كذلك بهذا الشكل كان رائعا رغم خروج وغلقه للزاوية كما ينبغي، ولكن حسين الشحات كان بروعة، سجل هنا ضربة الجزاء أيضا لا يمكنه أن يصد، موسى الضي رقب كورتو، رجع للخلف، وصلت على الجهة اليسرى لفارس عبد الله، يا عبد الله محمود وحيد يلعبها في العمق لوليد سليمان، راح محمود وليد سليمان، ما زال أفشة يطلب حسين الشحات، يو يو با 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 رائعة، أفشة بروعة لرمضان صبحي على الجهة اليمنى، يا سلام في من الركنية، هاي اللعبة، أوه يا حسين رائع في الكرة هذه من أمام أبو عقل عبد الله، شوف بالشكل اللائق، وليد سليمان خبرته وتجربته تسمح له بالتفوق، تغطية الكرة ما زال وليد في الركنية تنفذ بعيدة في القائمة الثانية وخروج فضل يرسل الكرة بعيدة يتخلص منها، التغطية الدفاعية من أمام عجاي رجعت لحسين الشحات في المراوغة وفي رمضان صبحي، رمضان كرة في العمق، يا جاي يطلبها رمضان، أجاي رمضان، محاولة الخروج بهذه الكرة محمد الشحات، مباراة النادي الأهلي بتسجيل هدف ثالث، ديانج كرة ممتازة لحسين الشحات، رمضان صبحي ما مازال وينو ديانج، رمضان مازال يدخل من العمق، هيلة الكرة المصرية والأهلي الشريفي كرامي، كرة خطيرة، كرة خطيرة وجول، كرة خطيرة وجول في غفلة من دفاع نادي الأهلي المصري، يتمكن الهلال من تسجيل هدفه الأول عن طريق المدافع.